بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثالث الثانوي، النهاردة هندرس القطوع الزائدة. بنتكلم على الخصائص القطع الزائد. القطع الزائد يا شباب معادلته في الصورة القياسية، نلاحظ إن المعادلة X ناقص H كل تربيع على A تربيع ناقص Y ناقص K كل تربيع على B تربيع يساوي 1. دي معادلة القطع الزائد في الصورة القياسية. نلاحظ أن الإشارة إشارة المعادلة في الصورة القياسية التي تقع بين الكسرين الكسر الأول والكسر الثاني إشارة سالبة. نلاحظ أن إشارة القطع الزائد إشارة سالبة. فلما تجيك المعادلة X ناقص H كل تربيع على E تربيع ناقص Y ناقص K كل تربيع على B تربيع يساوي 1، دي معادلة قطع ناقص في الصورة، قطع زائد في الصورة القياسية. دي معادلة قطع زائد في الصورة القياسية. نلاحظ أن القطع الزائد يتكون من فرعين كما بالشكل. هذان الفرعان بمحاذاة خطين. هذان الخطين يسميان خطي التقارب. خطي التقارب، في خط تقارب أول وفي خط تقارب ثاني. الخطان يتقاطعان في مركز القطع الزائد سنتر سي. طيب نلاحظ ان القطع الزائد بيحتوي على محور قاطع. هنا بنسمي بقى محور قاطع، بنقولش محور اكبر، هنا بنسمي المحور الذي يمر بالبؤرتان والرأسان وبالمركز المحور القاطع، والمحور الاخر الرأسي يسمى بالمحور المرافق. معادلة القطع الزائد لما نلاحظ أن السالب بينزل على الواي، بينزل على الواي، يعني الواي بتقع بعد السالب، نلاحظ أن المحور قطع أفقي. نقولها تاني يا شباب، معادلة القطع الزائد هي X ناقص H كل تربيع على A تربيع ناقص Y ناقص K الكل تربيع على B تربيع يساوي 1. نلاحظ ان اشاره السالب بتنزل على الواي او الواي بتقع بعد اشاره السالب. اذا كانت الواي بتقع بعد اشاره السالب بقول ان المحور القطع افقي. اما اذا كانت السالب بتنزل على الاكس، السالب بتنزل على الاكس او الاكس بتقع بعد السالب، بنقول ان المحور القاطع راسي، المحور القاطع راسي، وبالتالي القطع الزائد بيكون راسيا. طيب نلاحظ ان معادله القطع الزائد ما فيهاش اختلاف بينها وبين القطع الناقص غير الاشاره الى الان. اشاره القطع الزائد ناقص، اما اشاره القطع الزائد الناقص بتيجي بالزائد. طيب هنا الاي تربيع دايما تيجي في الاول والبي تربيع بتيجي في الثاني على الكسر الثاني. فأول قيمة بتجيني في القطع الزائد، أول قيمة بتجيني في القطع الزائد بسميها الـ A، تمثل الـ A أو الـ A تربيع. القيمة الثانية بتمثل الـ B أو الـ B تربيع دائما وأبدا في القطع الزائد، عكس القطع الناقص. القطع الناقص كنت بقول لك لو الـ X الحد التربيعي X لو نزل على الـ A تربيع، الـ A تربيع أكبر. في القطع الناقص كنت بقول الـ A تربيع أكبر من الـ B تربيع. فإذا كان الحد التربيعي X ينزل على الـ A كنت بقول الـ A أفقي، اما اذا كان نزل على البي بقول ايه راسي. هنا اول قيمه عندي هنا بسميها الاي تربيع، القيمه الثانيه بسميها بي تربيع دائما وابدا. طيب مركز القطع الزائد، المركز هنا بسميه اتش وكي. مركز القطع الزائد لو طلب منك مركز القطع الزائد احداثياته اتش وكي، طبعا انتوا عارفين بتطلعوا الاتش كيف وبتطلعوا الايه الكي، طبعا مطلعها من الواي. طبعا الرأسان، احداثيات الرأسان عندما يكون المحور قطع افقي، احداثيات الرأسان اتش موجب وسالب اي وكي، اتش موجب وسالب اي وكي. بمجرد ان انا بذكر الرأسان او طلب منك الرأسان على طول تتذكر الاي، والاي ما هي الاي، الاي بعد الرأس عن المركز عن السنتر. الرأس في اليمين بتبعد عن السنتر اللي هو المركز مسافة ايه، والرأس على اليسار بتبعد مسافة ايه،
عن المركز، يبقى المسافه بين الراسين 2 ايه. فلما اقول لك اوجد الراسان على طول تتذكر الايه وتقول دلوقتي هنا تقول احداثيات الراسان اتش موجب وسالب ايه وكي. ونلاحظ ان عندما يكون المحور القطع افقي ان المسافه ايه بتكون في اتجاه الاتش، بتكون في اتجاه الاتش لان افقي، يبقى الراسان اتش موجب وسالب ايه وكي. واذا طلب منك البؤرتان البؤرتان على طول اتذكر المسافه سي، وهي مسافه البؤره عن المركز، يعني البؤره تبعد عن المركز مسافه سي من ناحيه اليمين ومسافه سي من ناحيه اليسار، اي ان البعد بين البؤرتين وبسميه البعد البؤري، البعد البؤري اللي هو المسافه بين البؤرتين تسمى 2 سي، تسمى 2 سي. فلو طلب منك البعد البؤري يبقى يطلب منك قيمه 2 سي، 2 سي السي عندك تبقى معلومه، تضرب الاثنين في السي تطلع قيمه البعد البؤري وهي المسافه بين البؤرتين. المحور القاطع، المحور القاطع طبعا افقي اللي هو الذي يمر بالبؤرتان ويمر بالراسان ويمر بالمركز اسمه المحور القاطع، معادلته واي بتساوي كي. الكي عندك معلومه تقدر تطلعها بكل سهوله بعكس الاشاره. وبعدين لو طلب منك المحور القاطع يعني عايز يطلب منك معادلته اللي هي واي بتساوي كي. واي بتساوي كي. المحور المرافق بيبقى عكس، يبقى راسي، دي المحور المرافق بيبقى راس عمودي، بيبقى عمودي على المحور القاطع متعامد عليه كده، دي المحور اسمه المحور المرافق. المحور المرافق طالما هو راسي يبقى معادلته اكس، والاكس بتاخد اتش، يبقى اكس بتساوي اتش. المحور القطع الزائد بيتميز ان يوجد فيه خطين يسميان خطي التقارب، خطي التقارب. والقطع الزائد له فرعين بيكونوا دائما بمحازات خطي التقارب. خطي التقارب للقطع الزائد له معادلتين اسمهم يسميان معادلتي خطي التقارب. المعادلة عشان ما تنساهاش تتكون من طرفين، طرف أيسر y ناقص k، وكلكم عارفين y بتاخد ال k يبقى y ناقص k، والطرف الأيمن x ناقص h، وبعد اللي يساوي موجب وسالب لأن هما معادلتين موجب وسالب. إذا كان أفقي يبقى نكتب b على إيه، نبدأ بالb على إيه. يبقى خطي التقارب عندما يكون المحور القاطع أفقي هما y ناقص k بتساوي موجب وسالب b على إيه في x ناقص h. أما خطي التقارب عندما يكون رأسياً لأعلى وأتكلم عنه دلوقتي هي معادلتي خطي التقارب y ناقص k بتساوي نفسها بس بتساوي موجب وسالب a على b. يعني عندما يكون رأسي، رأسي نبدأ بالa فوق يبقى موجب وسالب a على b، رأسي يبقى a على b x ناقص h، افقي نقول b على a. طيب العلاقة التي تربط بين a وb وc كلكم عارفينها، c تربيع بتساوي لما يكون القطع زائد بتكون اشاره، الاشاره اللي بتربط بين الاي والبي زائد على نفس الاسم، يبقى سي تربيع بتساوي اي تربيع زائدا بي تربيع، سي تربيع بتساوي اي تربيع زائد بي تربيع، باخذ الجذر يبقى سي بتساوي جذر اي تربيع زائد بي تربيع. وما تنساش ان الاشاره اللي بتربط بين الاي والبي اشاره زائد، اشاره موجبه عشان احنا في كتله زائد. اما معادله القطع الزائد عندما يكون المحور القاطع رأسي هي y ناقص k الكلي تربيع على e تربيع ناقص x ناقص h الكلي تربيع على b تربيع بيساوي واحد. كيف؟ بص يا شباب هنا نلاحظ ان السالب بينزل على x، السالب بينزل على x، لكن هنا كان السالب بينزل على y. لما السالب ينزل على x او x تيجي بعد السالب نلاحظ على طول ان اتجاه المحور القاطع رأسي. كلام جميل. طيب المركز ما في تغيير في المركز، المركز هو اتش وكي. الراسان بس لما يكون الراسان طبعا لما اذكر الراسان بذكر الاي طبعا، بس الاي هنا تكون في اتجاه الكي. ليه في اتجاه الكي؟ لانه راسي، المحور القاطع راسي كده، فالاتجاه الازاحه هتكون
الازاحه تكون في اتجاه الكي. فالرأسان احداثيات الرأسان في المحور القاطع عندما يكون رأسي هما اتش و كي زائد او ناقص اي او كي موجب وسالب اي. يبقى الرأسان تاني اتش فاصله كي موجب وسالب اي. طبعا عندما يكون رأسي بقول المره الثالثه والرابعه بتكون الاي في اتجاه الكي. اما البؤرتان يبقى طبعا بذكر السي تبقى اتش فاصله كي موجب وسالب سي في اتجاه الكي ايضا لان رأسي. المحور القاطع هنا المحور القاطع رأسي وزي انتم عارفين يا شطار ان لما يكون معادله الرأسي عندما يكون المحور القاطع رأسي معادله الرأسي اكس وبتساوي اتش. المحور المرافق افقي هو واي بيساوي كي. خطي التقارب عندما يكون رأسي واي ناقص كي بتساوي موجب وسالب. شوف خطي التقارب ابدا بواي ناقص كي وبنتهي باكس ناقص اتش. ابدا بواي ناقص كي وانتهي باكس ناقص اتش. لكن عندما يكون رأسي اقول يساوي موجب وسالب ايه على بي. رأسي يبقى ايه على بي. العلاقه التي تربط بين ايه وبي وسي طبعا ثابته ما تتغيرش في القطع الزائد وهي ان سي تربيع بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع. باخذ الجذر يبقى سي بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع. وكده انا درست خصائص القطع الزائد. ارجو شباب ان يكون الدرس سهل وبسيط وتمنيت لكم بمزيد من النجاح ومزيد من التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.